الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعاية الصبر ما تعبوا هتهون والله وهلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. في الميعاد ده بالذات زي ما تعودنا ولله الحمد والمنة منذ سنوات يتجدد معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات. نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا في بشرة خير هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد ان ده اكيد. في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتليفوناتكم على ارقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل معنا عبر رسائل SMS او عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، حيث نجيب على معظم الرسائل فورا ورودها الينا. في الحلقات السابقة تحدثنا عن الأنابيب ومشاكلها والتهابات الأنابيب وانتفاختها ودورها السلبي في فرص حدوث الحمل، وتحدثنا عن انسداد الأنابيب والفرق بين انسداد الأنبوبة العادي وانسداد الأنبوبة المصاحب له انتفاخ في الأنبوبة، وقلنا ان انتفاخ الانابيب ده التهاب مزمن في الانابيب، ولانه التهاب مزمن ما اسمعش واحده تقول لي الانبوبه منتفخه وفيها التهاب بيدوني مضادات حيويه. الالتهابات الحاده تعالج بالمضادات الحيويه، اما الالتهابات المزمنه فتعالج باستئصال العضو الملتهب، وبالتالي الانابيب اللي فيها التهاب شديد وانتفاخ وتمدد تستأصل جراحيا عن طريق المنظار أو تتربط أو تتفصل. الستات اللي عندها مشاكل في الأنابيب، المشاكل دي بتتنوع ما بين ضيق الأنبوبة إلى انسداد الأنبوبة إلى التصاقات حوالين الأنبوبة إلى التهابات الأنابيب، وكل المشاكل دي قد تمنع الحمل. لكن مشاكل الأنابيب كمان غير أنها تمنع الحمل قد تؤدي إلى أن الحمل إذا حدث لا يصل إلى الرحم، حيث الأنبوبة هي المجرى الكبري اللي المفروض البويضة المخصبة تعبره وصولا إلى الأرض الخصبة لتنزرع فيها هذه البويضة المخصبة اللي لاحقا هتبقى جنين، اللي هو الرحم. فالكبري الطريق المعدية الشارع اللي لازم تمشي فيه البويضة المخصبة هي الأنبوبة، فلو الأنبوبة مسدودة مش هتوصل للرحم، ولو الأنبوبة فيها ضيق أو اختناق ستتوقف هذه البويضة المخصبة داخل الأنبوبة الضيقة وتنزرع داخل الأنبوبة، وهذا ما يؤدي إلى حدوث الحمل خارج الرحم. فالحمل خارج الرحم في الأنبوبة سبب الرئيسي عيب في الأنبوبة، ضيق أو اختناق أو التهاب أو التصاقات وضعف في حركة الأنبوبة. يبقى الأنابيب اللي فيها مشاكل إما أنها تمنع حمل أو تزيد من نسب حدوث الحمل خارج الرحم. هنشوف بقى الحمل خارج الرحم كيف نشخصه وكيف نعالجه وكيف نستأصله بالمنظار دون استئصال الأنبوبة ودون فتح البطن، وهنوري ده لحضراتكم في الفيديو اللي معانا. بس ناخد الاتصالات التليفونية اللي معانا. اتفضلي. السلام عليكم. ازيك يا دكتور عادل؟ وعليكم السلام ورحمة الله. منور الشاشة والله. ربنا يخليكي، ده نورك. اتفضلي. لو سمحت، انا بقالي 5 سنين بمشي بتابع للحمل وكده، ويقولوا لي انت مش ما عندكيش حاجه. طبعا جيت جايه جسمي بيسخن جامد، ومش قادره اتحرك ولا قادره امشي شمال ولا يمين. يبقى طبعا رحت عملت كشفت عند دكتور باطني عندنا في الفيوم، وطبعا قال لي ده انت عندك الغده الدرقيه هي اللي مسببه لك السخونه دي وان انت مش قادره تقفي، هي اللي عامله لك كده. وبقالك 5 سنين بتروحي لدكاتره تاخر حمل، ما حدش طلب تحليل الغده الدرقيه؟ والله يا دكتور ابدا. طيب طبعا. وطلع تحليل الغده كام؟ طلع يا دكتور تحليل الغده طلع الرقم بتاعه كام؟ والله يا دكتور انا مش فاكره، بس اللي انا فاكراه ان هو قال لي ان هي نشطه زياده عن اللزوم، وبيحصل لي صداع جامد جدا، ببقى مش قادره افتحها، وصداع جدا في دماغي من ورا. تمام.
طبعا يا دكتور لو سمحت، الدورة بقى لما بتجيني يا دكتور عادل بتجيني يعني زي نظام كبد كده، ما بتنزلش مثلا عادي، لا كبد كده وما بتنزليش كتيرة. هل الدورة اللي هي مكبه يعني تنزل كبد وانها ما بتنزلش كتيرة زي الأول، إن هي دي ده سبب مثلا ما بيحصلش حمل، أو إن الغدة دي هي اللي مقصرة؟ مثلا أنا كنت واخدة حقنة يعني، وبنتي عندها 7 سنين من ساعتها بقى دكتور، قصدي 7 شهور بالظبط. والدة ما طبيعي ولا بقيصرية؟ لا والدة قيصرية. سنك كام سنة؟ 24 سنة. وزنك قد إيه؟ هو كان 85 بس أنا جسمي نزل دلوقتي يعني 65 70 حاجة زي كده. بسبب نشاط الغدة. طيب وحضرتك عملتي أشعة بالصبغة؟ لا يا دكتور ما عملتهاش. 5 سنين من عدم حدوث حمل بعد ولادة قيصرية ومحدش طلب تعملي أشعة بالصبغة؟ لا خالص يا دكتور خالص خالص. وجوزك خالص. عمل تحليل مثلا؟ جوزي لا ما عملش تحليل. يعني حضرتك بتبحثي عن حمل 5 سنين وبعد ولادة قيصرية سابقة ومحدش طلب أشعة بالصبغة ومحدش طلب تحليل للزوج؟ أمال ولا مؤاخذة معلش يعني، ومحدش طلب تحليل الغدة الدرقية، أمال بيطلبوا إيه؟ بتروحي للدكاترة بيعملوا إيه ديتا بقى في الديتا المشكلة دي؟ هم اللي بيدوني منشطات بيدوكم بس، منشطات بناء وبعمل على ايه؟ متابعة تابوت على وتقالة اساس كده. ايه؟ على اساس المشكل ايه؟ على انه على في أساس تشخيص إن ايه؟ هم بيقولوا لي إن أنت يعني الأول كانوا قالوا لي إن أنت عندك كسل. قالوا لي الأول إن أنت عندك كسل، فطبعا لما خدت المنشط بتصل البويضة لحد 18 21 ما بيحصلش حمل. تمام. ولو سمحت يا هو دكتور هل يا الغدة ستي يا دي ستي هي اللي مخليها إن أنا يا مشغل ستي النفس؟ يا ستي لو الانابيب فيها مشكلة هيحصل حمل لو طلعتي 100 بيضة في الشهر؟ لا طب والانابيب دي لو فيها مشكلة، المشاكل في الانابيب بتحصل بإيه؟ نتيجة لعملية بفتح بطن زي العملية القيصرية. طيب يبقى أنا وارد إن يبقى عندي مشاكل في الانابيب. طب مشاكل الانابيب دي بتكتشف إزاي؟ بالأشعة اللي بالصبغة. فلما أنا بقالي 5 سنين باخد منشطات وبروح لدكاترة ومحدش طلب الأشعة اللي بالصبغة، ويا دكتور لو سمحت هقطع كلامك بس، بيحصل لي مغص فظيع بعد ما بغسل من الدورة لحد نص الشهر في ظهر في صوتي من تحت كده وظهري. ايوه وحضرتك لما قلت لهم الكلام ده قالوا لك عادي وطبيعي ودي حاجه حلوه مش كده؟ ايوه قالوا لك كده؟ ايوه ايوه يا رب. ماشي طيب حاضر حاضر انا هجاوب حضرتك. بسم الله. حاضر ثانية بس ثانية قبل الفيديو وقبل المداخلة التانية. عدم حدوث حمل 5 سنين دي مدة طويلة. ست عندها خلل في الغدة الدرقية، الخلل في الغدة الدرقية ليس سبب رئيسي لمنع الحمل، والكلام الحق هيقوله لك دكتور الغدد هيقول لك أيوة دي ما تمنعش حمل لازم تتظبط بس مش هي اللي منع الحمل. نمرة 3، الخلل في الغدة الدرقية ده خلل غالبا مناعي، فالناس اللي عندهم مشاكل مناعية زي اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية احتمالية إصابتهم بأمراض مناعية أخرى احتمالية واردة، ومن الأمراض المناعية المشهورة التي تمنع حمل مرض اسمه البطانة المهاجرة. اللي يعمل إيه؟ اللي يعمل ألم شديد مع الدورة ويستمر لحد أيام التبويض اللي أنت بتقوليه، اللي يعمل يخلي الدورة شديدة ومنزلة مكبدة كده يا دكتور. طيب ما علينا. ما حدش قال الكلام ده ولا حدش هيقوله، ده ما حدش طلب الأشعة بالصبغة. ست بتبحث عن حمل 5 سنين، محدش طلب تحليل الهرمونات، هذا ليس طبا، محدش طلب تحليل الزوج، هذا ليس طبا، محدش طلب أشعة بالصبغة، هذا ليس طبا، محدش فيريفاينج بيقيم الأعراض بتاعتها ويقول لها إن الأعراض دي تشير إلى إيه، هذا ليس طبا. حضرتك ده مش تعامل مع أطباء تأخر حمل، ولا ده تعامل مع حالة تأخر حمل، ده بروح لدكاترة بقى اتساير معاهم ويقولوا لي الله والبيضه حلوه وجميله وهتيجي الشهر الجاي حامل وهتبقي حامل في توأم وانا مش عارف انت ما بتحمليش ليه، بس انت سيبيها على الله، اصل انت بتفكري كتير، اصل ما تخليش الموضوع في بالك، اصل سيبيها على الله، اصل الموضوع مساله وقت. فاللي يقول لك دي مساله وقت قول لهم الوقت قد ايه؟ يعني انا انتظرت 5 سنين انتوا شايفين الوقت اللي انا انتظر وما اتكلم وانا هاخد من بقكم واسكت؟ ها ايه 10 سنين؟ 10 سنين وابقى بعد كده ادور على سبب لعدم حدوث الحمل؟ الحقنة اللي حضرتك خدتيها لمنع الحمل ليست وسيلة جيدة لمنع الحمل، وهي وسيلة عليها مشاكل كتير لكن مش هي سبب انه يتأخر الحمل عن كده. لكن حضرتك ها اللي بتعمليه ان حضرتك بتاخدي منشطات، لكن حضرتك لا بتروحي لأطباء متخصصين في تأخر حمل ولا في تشخيص واضح ولا في فحوصات جيدة اتطلبت. يا ناس
يا ناس واحدة عندها مرض مناعي، عندها مرض في الغدة الدرقية، ما حدش يطلب تحليل مخزون المبيض من البويضات، إيه اللي ممكن المناعة تدمره؟ ويقولوا لها عندك كسل والمشكلة دي مالهاش حل، إيه ده؟ طيب لو سمحتي حضرتك يجب أن تذهبي لطبيب متخصص في تأخر حمل، فستسمعين كلاما مختلفا وسيطلب منك تحاليل مختلفة وبإذن الله نصل لتشخيص. معنا اتصال تليفوني آخر. معانا الاتصال. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور عادل. نعم. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي من غير ما تنتظري ردي، عشان حضرتك مصرة تفتحي صوت التلفزيون فهيحصل ايكو كده هيضيع الاتصال. اتفضلي. الو. اتفضلي. هيفصلوا الاتصال. هيفصل الاتصال. ما اعرفش ليه كل حد بيتصل بيبقى سعيد انه يسمع صوته من خلال التلفزيون، مع ان بنأكد ان ده بيعمل خلل تقني سيؤدي الى انفصال الاتصال وقطعه. وانا عارف ان حضراتكم بتاخدوا وقت ومجهود عشان توصلي لانك تتصلي، وبعدين اول ما نتصل المفروض اول ما يقولوا لي اتفضلي وحضرتك على الهواء نقفل التلفزيون او نقفل صوته، واحنا بنؤكد على الكلام ده والكنترول بيأكدوا على حضرتك، وانا بقوله برضه للأسف ما بيحصلش. طيب الفاصل، وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم. بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات، محتاج منا لرعايات، الصبر ما تعب خير والله وهلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل ونستكمل معكم تلقي الاتصالات. في اتصال معنا. تفضلي. أيوة دكتور. أيوة. إزاي حالك؟ أهلا بيكي. تفضلي. أنا يا دكتور والله كنت جبت لحضرتك قبل كده وقلت لي أنت ما عندكيش أي حاجة بس محتاجة أن أنت تخسي. لا يا فندم، هو لما اقول لك انت ما عندكيش اي حاجه بس محتاجه انك تخسي، يبقى عندك حاجه اللي علاجها الخساسان، والمرض الوحيد في امراض نساء اللي علاجه الخساسان هو ضعف التبويض المصاحب لمرض تكيس المبايض. فيبقى حضرتك، انا قلت لحضرتك ان عندك مشكله بس حلها انك تخسي، مش قلت لك ان ما عندكيش حاجه. قلت لي هتبداي بنسبه تكيس بس انت محتاجاها ان انت تخسي. ايوه يا فندم، يبقى حضرتي قلت لك انك عندك، مش ما قلتش ان ما عندكيش. طب دلوقتي يا دكتور انا الحمد لله بدات نخس، بس انا نفسي ان انا نجيب عيال. يا فندم حضرتك قلتي ايه؟ بدات نخس. لما تخسي نبقى نتكلم في اللي بعد كده. بدات، انا نيتي، انا ناويه، انا هبتدي، انا بحاول، انا بجتهد، انا بقلل اكلي، كل الكلام ده اللي بسمعه كل يوم حلو وجميل، تمام، نتيجته صفر الى ان يحدث النتيجه. الشغلانة بتاعتنا ما بتتعملش بالنيات، النيات يعلمها الله سبحانه وتعالى وهو يحاسب عليها، أما إحنا فلينا بالأفعال وبالأقوال وبالأرقام. كان وزني 70 بقى وزني 60 نتكلم، مش أنا كان وزني 70 وابتديت أخس أهو بقالي أسبوعين ونزلت نص كيلو، ها أعمل إيه؟ تمام؟ طيب يا دكتور أنا كنت رحت للدكتور عندنا في اسكندرية من أسبوعين، تمام، وكشفت عليا سونار وكل حاجه وقالت لي انت ما عندكيش اي حاجه، ما عندكيش لا تكيس ولا حاجه خالص. عظيم. حضرتك ما تكلمينيش تاني، وبكلميها وخليها هي تقول لك سبب تاخر الحمل وتعالجه، تمام؟ قولي لها حضرتك يبقى ما عندكيش حاجه طبيه، يبقى انا متاخره في الحمل ليه؟ محسوده، حد عامل لي عمل، عندي ايه ما دام انا ما عنديش حاجه طبيه. فلما تخلصي الكلام اللي هو لا علاقة له بالعلم وتحبي تسمعي كلام علمي تبقي ترجعي لنا تاني. أشكرك يا دكتور. العفو يا فندم، بإذن الله بالتوفيق إن شاء الله. معانا اتصال تليفوني آخر. ألو. أيوه. ازيك يا دكتور عادل؟ أهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور. نعم. أنا عندي مشاكل في الرحم. يعني إيه؟ أنا عندي السكر الأول. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. عندي سكر يا دكتور. ألف شفاء وألف سلامة حضرتك. وبتجيلي الدورة. أنا عندي ورم ليفي، رحت كذا دكتور قال لي عندك ورم ليفي في الرحم.
ايوه حجمه قد ايه؟ الو حجمه قد ايه؟ ايوه يا دكتور حجمه قد ايه؟ ايوه قال لي. الو ايوه اتفضلي اتكلمي. ايوه يا دكتور. ايوه حضرتك ما بتقوليش حاجه غير ايوه دكتور. ايوه يا دكتور دكتور. ايوه يا دكتور. ايوه حجمه قد ايه؟ كل ما اقول حجمه قد ايه؟ 6 سنتي. الحمد لله. موقعه فين؟ هتقولي في الرحم. عنق الرحم. في عنق الرحم. تمام. ومخللي الدوره يا دكتور بتجيلي حوالي 9 ايام في الشهر او 10 ايام في الشهر على هيئه نزيف. ايوه طبعا. وبيجي لي وجع طول ايام الدوره، وجع موت في ظهري وفي بطني من تحت. ايوه. وقالوا لك وعندي صداع على طول غالبا من الانيميا اللي بسبب النزيف. وقالوا لحضرتك رحت حللت كذا مره انيميا، قال لي الانيميا دلوقتي في 8 ومره قالوا لي 7. طيب ما الف به يعني من غير ما اعرف قلت لك الصداع ده هيبقى بسبب الانيميا اللي بسبب النزيف. وقالوا لحضرتك تعملي ايه بقى في الورم الليفي ده؟ هم قالوا لي المفروض تشيل الرحم. هو انت سنك كام سنه؟ انا بصراحه انا خايفه عشان السكر. سنك كام سنه؟ انا عندي 41 سنه. طب وخايفه من ايه في السكر؟ ما السكر يتظبط وتعملي العمليه. امال حضرتك هتتسابي لما تتصفي؟ بس انا بطلب من حضرتك حاجه بس، هقفل اما تقفل معايا بس ترد عليا على التليفون عشان انا سامعك بالعافيه. ايوه معلش يا دكتور انا اسف. حاضر. ورم ليفي بالحجم ده في السن ده، العلاج الامثل بالاعراض دي، العلاج الامثل له هو استئصال الرحم. استئصال الرحم عمليه كبرى. بوجود ورم ليفي في عنق الرحم دي عمليه كبرى وفيها احتياطات غير اي اورام ليفيه اخرى. الاورام الليفيه بتاعت عنق الرحم ليها مشاكل انها ممكن تبقى ضاغطه على الحالب ومؤثره عليه، وممكن لاحقا تؤدي الى تاثير في الكلى اذا تركت. الحاجه الثانيه الاورام الليفيه اللي في عنق الرحم استئصال الرحم معاها بيبقى صعب، وقد يحدث من العمليه نزف، وقد العمليه تحتاج لمهاره خاصه وتحتاج مراعاه للحالب علشان ما يتجرحش. وفي عده معطيات كده تؤخذ بعين الاعتبار في سيده عندها ورم ليفي في المنطقه دي، لكنه يجب ان يزال. السكر مشكله عشان في مشاكل في التئام الجروح في مريضات السكر، لكن عمرنا ما سمعنا ان مريضه سكر تبقى عندها سكر وحد سايبها ماشيه في الشارع الهيموجلوبين بتاعها 7 و8 بسبب النزيف، وانها بتتصفى كل شهر وكل شهر بيجي لها الم بشع وتتساب كده. اصلا انا خايفه ان انا اعمل العمليه. هو حضرتك مش عايزه تعملي العمليه وغالبا بتتحججي بالسكر. السكر يتظبط، اخد انسولين. حتى لو انا ما كنتش باخد انسولين، اي فرد مقبل على جراحه ومريض سكر يتم تحويله من اي علاج دوائي بالفم الى الانسولين، يتم ضبط السكر جيدا، يتم نقل دم لحضرتك اثناء الجراحه وقبلها لتحسين الانيميا وتحضير اكياس دم وقت العمليه، وتتعمل العمليه بواسطه جراح ماهر متميز وفي مستشفى مستعد لنقل دم، وان شاء الله تقومي بالسلامه. العمليه دي فيها متاعب على الجراح مش على المريضه. المريضه اللي عندها ورم ليفي حجمه 3 سنتي، واللي عندها ورم ليفي حجمه 5 سنتي، واللي عندها ورم ليفي في عضلة الرحم، واللي عندها ورم ليفي في أعلى الرحم ودي الحالات الأسهل، واللي عندها ورم ليفي في عنق الرحم ودي الحالات الأصعب. الفرق في الصعوبة على الجراح وعلى تقنية الجراحة وعلى مدة الجراحة وليس على المريضة. حضرتك تظبطي السكر بدكتور سكر ويتظبط قبل العملية عشان التئام الجرح يبقى كويس، ونستمر في أخذ الإنسولين لحد ما يلتئم الجرح تماما، ثم تعودي إلى حياتك الطبيعية وأكلك الطبيعي وعلاجك السابق. إذا ما كنتيش بتاخدي إنسولين ترجعي لعلاجك السابق بعد التئام جرح العملية ومفيش مشكلة. لكن واحدة عمرها 41 سنة نسيبها ماشية تربي ورم ليفي حجمه كان 3، وبعدين كان بيعمل شوية نزيف وقالوا لي عليه وأنا اللي أهملته ومرضتش أشيله، وبعدين بقى 4 والدم بتاع الدوره كتر، وبعدين ابتدى يبقى عندي انيميا، وبعدين بقى 6 ودم الدوره بقى شديد وعنيف وبقيت بغرق دم وبقيت عندي انيميا وبقيت بقع من طولي ومش قادره اخدم بيتي واعمل مجهودي وسايباه كده. ده مفيش عقل في الدنيا يقول الكلام ده.
في معانا اتصال اخر، اتفضلوا. اتفضلي يا صباح، اتاكدوا انها معانا. الو، اتفضلي يا اسراء. لو سمحت يا دكتور، هل الاضطرابات المهبليه ممكن تمنع حدوث الحمل؟ لا، اجابه واضحه صريحه قاطعه مباشره، لا. طب بالمناسبه يعني اقل الستات مستوى اجتماعي واقلهم نظافه شخصيه واكثرهم عندهم التهابات هم اكثر ناس بيجيبوا عيال. طب هل ممكن يكون ليها دخل فيما يعرف بالحمل الكيميائي وحضرتك؟ انا سمعتك اول حلقه. لا، واللي قال لحضرتك وبيقول لك ده ويحاول يزرعه في دماغك مخادع. طب هل المفروض ان انا اتعالج انا وزوجي؟ على حسب نوع الالتهابات، ليس كل الالتهابات يعالج فيها الزوجين، ويحدد النوع من يرى حضرتك مش انا بالتليفون مهما وصفتيها. شرط انه يكون بيقول الحقيقه. معانا اتصال تليفوني اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، انا والده مرتين قيصريه اخر مره من 5 سنين. وعندي تجسس على المواعيد وما بيحصلش من ساعتها، يعني ما حصلش حمل من اخر مره ولدت. تمام. يا دكتور، انا عندي الدوره بتاع 6 ايام دم، وبعد كده بكمل لحد 12 يوم بينزل بني بس. تمام. فده يا دكتور معناه ان عندي بطنه الرحم سميكه؟ ده مش لازم، ده له عده اسباب. عدي كده. واحد، ان تبقى ست عندها تكيس مبايض من درجه شديده فالتبويض ضعيف قوي فبطنه الرحم رقيقه. 2، ان يبقى عندها تكيس مبايض من درجه شديده غير معالج مطلقا فحصل سمك في بطنه الرحم. 3، ست عامله قيصريه قبل كده فيبقى عندها نيش اللي هو عدم التئام في جرح القيصريه فيتجمع فيه دم الدوره وينزل في نقاط بعد انتهاء الدوره. 4، ست والدة بقيصرية قبل كده وما عندها تكيس مبايض فتبقى أصيبت بمرض البطانة المهاجرة، لأن دول الاتنين بيرجحوا ده وده يعمل الأعراض دي. 5، ست عندها التهاب مزمن في عنق الرحم يؤدي إلى ده. 6، ست عندها التهابات مهبلية شديدة تؤدي إلى ده. تحب أعدلك تاني؟ أيوة، أنا عندي التهابات يا دكتور فعلا. تحب أعدلك تاني؟ لا. طب في سؤال تاني معلش يا دكتور. هو بس حضرتك برضو إيه؟ حضرتك شفتيني بعد 6 حاجات، قمت قايلة لي أيوة أنا عندي التهابات. حضرتك ما سمعتيش الاتصال اللي قبلك، السيده اللي بتقول لي الالتهابات دي تمنع حمل، فقلت لا ما تمنعش مباشره كده برد مباشر. فحضرتك شكواكي ان عندي عدم حدوث حمل وعندي نقط دم بتنزل، فاكيد لما نفكر في تشخيص نفكر في تشخيص اللي يعمل الاثنين. فحضرتك اخترتي من المشاكل اللي انا قلتها كلها، ها، ان انا عندي التهابات اللي هي ما تمنعش حمل، تمام، وسبتي المشاكل الاقصى والاكثر عقلانية أنها تبقى موجودة لطبيعة المريض المصري وهروبه من الحقيقة وبحثه عن أن أنا ما عنديش حاجة. لا يا دكتور، أنا هعمل منظار يا دكتور، ما أنا كنت هسأل حضرتك. حضرتك هتعملي منظار بطن ورحمي، وقبل المنظار لازم يتم تقييم جرح القيصرية بأشعة بالصبغة أو بسونار ثلاثي الأبعاد يتشاف فيه نيش ولا لأ، وقبل ده وده يتم عمل تقييم لدرجة تكيس المبايض بتحليل الهرمونات وتحليل لمخزون المبيض من البويضات. انا عامله يا دكتور اشعه بالصبغه، قالوا لي فيه التصاقات. وحضرتك كنت بتخبي عليا، بتختبريني، بتخلي ده اخر مفاجاه. والله يا دكتور انا لسه كنت هكمل، بس حضرتك كنت بتتكلم، مش عايز اقطع حضرتك. بس لا، بس حضرتك ما قلتيش كده. انا اقول لك حضرتك قلتي ايه؟ انا والده قيصريه مرتين وعندي تكيس مبايض، ها، ما قلتيش وعملت اشعه بالصبغه وقالوا لي فيها التصاقات، قلتي كده انا عندي قيصريه مرتين وعندي تكيس مبايض وبقالي 5 سنين ما بحملش، مش ده اللي قلتيه؟ وخليتي هذه المعلومه لحد ما تختبريني وتشوفي علمي وطبي رايح لفين. لا والله انا لسه، عشان انا عندي كذا سؤال فعايزه اقول لحضرتك، بس حضرتك كنت بتتكلم يعني. اتفضلي. يا دكتور انا هعمل منظار بطني ورحمي، فكنت عايزه اسال حضرتك، انا عندي الدوره بتغيب قوي لحد 12 يوم يعني نقط دم، فينفع ان انا اعملها في نقط الدم ولازم تكون خلاص؟ هو حضرتك مين هيعمل لحضرتك المنظار؟ لا انا هعملها في مستشفى جامعي يا دكتور. طب وحضرتك ليه ما سالتيهمش؟ هما مش بيقولوا لي حاجه، هما محددين لي يوم لازم اجي فيه تكون الدوره خلصت. تمام. لما بيجي اليوم ده تكون الدوره لسه ما خلصتش فيه حاجه. عظيم. اللي حضرتك اخترتيهم ووثقتي فيهم وهتسلميهم
حياتك بعد الشر عليكي ورحمك وحالتك وتشخيصك هما اللي لازم تسمعي كلامهم. مش كده؟ افرض انا قلتلك ان ده مش مظبوط، ابقى بكسر على كلام الدكاتره اللي حضرتك وثقتي فيهم واخترتيهم. لا انا بصدق كلام حضرتك يا دكتور. لا يا فندم، حضرتك صدقتيهم بدليل انك رحت لهم وبتتابعي معاهم. انا كنت هعملها بره بس هي غاليه، انا ظروفي ما تسمحش. ان شاء الله ظروفك تسمح بانك تسمعي كلام اللي انت اخترتيهم ان شاء الله. طب يا دكتور معلش سؤال تاني، معلش، هو دلتا زون ده بينزل هرمون الذكوره؟ دلتا زون؟ لا يعني ملوش علاقه. ده كورتيزون. هو الدكتور قال لي بينزل هرمون الذكوره. يا فندم لما يكون الست عندها هرمون ذكوره طالع من الغده فوق الكلويه، ما يبقاش عندها تكيس مبايض وهرمونات الذكوره بتاعتها طبيعيه، لكن عندها زياده في هرمون ال LH هو اللي بيخلي استجابه الجسم فيها للمستويات الطبيعيه من هرمون الذكوره استجابه عاليه، وبالتالي هذا الكورتيزون له التاثيرات السلبيه الاتيه في مريض التكيس المبايض. 1، هيعبي ميه في الجسم وهيزود وزنك وده هيزود المشكله والطين بله. 2، بيزود استعدادهم الوراثي للسكر. 3، بيخلي مقاومتهم يقلل مقاومتهم للالتهابات وتقليل درجه الالتهابات او مقاومه الجسم للالتهابات، واحد من النظريات اللي بتفترض زياده درجه تكيس المبايض. ايه رايك؟ يعني لازم تكون الدم البني ده خلص خالص؟ معلش عشان هم مش عايزين يقولوا. يا فندم حضرتك الوحيد اللي هيجاوبك هو اللي حضرتك هتعملي عنده المنظار. هم مش عايزين يقولوا لي يا دكتور. لا حضرتك تروحي لهم وتقعدي على بابهم لحد ما يقولوا لك، وهم قالوا لك تعالي في اليوم الكذا. هم قالوا لي تعالي في يوم محددينه، هم يوم بيعملوا فيه المنظار. عظيم، هتروحي لهم في اليوم اللي بيعملوا فيه المنظار. ما انا كنت بكل عينيا بني فبقول ما ينفعش البني. عظيم، يبقى هتسمعي كلامهم وهتنفذيه لان حضرتك اخترتيهم ووثقتي فيهم. انا بستنى دكتور البني يخلص ويقول لا انت كده قعدت كتير، طب انا مش عارفه اعمل ايه. تروحي لهم وتتناقشيهم في الكلام ده وتتفقي معاهم. ماشي يا دكتور، شكرا. العفو. الحمد لله. الو. ايوه يا صباح. اوعى على صوتك عشان انا ما سامعه. شبكة عندنا كعبة. هو حضرتك سودانية؟ نعم. حضرتك منين؟ أنا من السودان يا دكتور. أهلا بيكي. لو سمحت بس عندي سؤالين يا دكتور. أنا اتصلت عليك الأسبوع الماضي قلت لك أنا مريضة التكيس وعملت منظار. أيوه. أوكي؟ أوكي. زوجي ما في يعني له 4 سنين عندي حاليا ما في، يلا بعد المنظار هي ما تطولش بتنزل لي حاجة كده لزجة. إفراجات مش بالية. هل الحاجة دي كويسة ولا؟ لا يا فندم الحاجة دي لا قيمة لها، لا هي كويسة ولا هي وحشة. حضرتك سايبة المشكلة الكبيرة إن عندك تكيس مبايض وبتقولي عملتي منظار والزوج مش موجود طوال 4 سنين، مش كده؟ يعني الحاجة دي هي التهابات يعني مثلا؟ لا يا فندم، الالتهابات ليست بالضرورة إفرازات، فالالتهابات هي إفرازات كميتها كتير ريحتها وحشة مع أعراض أخرى، لكن الإفرازات وزيادة الإفرازات المهبلية حاجة عادية وطبيعية، والطبيعي إن المهبل له إفرازات، والطبيعي إن السيدات تحس ببلل، والطبيعي إن البلل ده يبقى أزيد في بعض السيدات المحتقنات زي اللي ما عندهمش تبويض كويس، زي اللي عندهم تكيس مبايض، وبالتالي وجود الإفرازات ليس معناه بالضرورة وجود التهابات. لكن حضرتك هو سؤالك عن الإفرازات، لكن حضرتك مش عايزة تسألي عن التكيسات. الحمد لله بعد المنظار الدورة انتظمت الحمد لله. بيضة تجينيكي 33 يوم 34 يوم 31 يعني ما منتظمة باليوم. ايوه يلا انا عارفة زوجي حاليا جاي في خلال الشهر ده وانا دايرة اخذ حكم تنشيطية وهو بس بيستمر شهر واحد يعني انا هامش ناس حاليا اخذ التنشيط ولا تاخدي التنشيط ان شاء الله وتعملي التلقيح ويا رب موفقة. اتفضل يا زول يا استاذ احمد اتفضل. الو. اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ أهلاً. انا محيك المدام كانت عامله عندها مرض متكرر 3 مرات في الشهور الاولى من الحمل يعني. احنا متجوزين بقى لنا 2.5 سنين، فجت لحضرتك شخصتها تكيس مبايض من الدرجه الشديده وعملنا منظار بطني ورحمي وبعديها خدنا تنشيط حوالي 4 شهور
فبعد الاربع شهور برضه ما حصلش حاجه، قلت لها ممكن نعمل تلقيح صناعي. تمام. فانا كنت بسال يعني حضرتك التلقيح الصناعي هتفيد في ايه في الحاله ديت؟ يعني هو انا اسمعه هتفيد في ان الحاله ديت حاله عدم حدوث حمل، ففي حالات عدم حدوث الحمل التلقيح الصناعي يفيد، وحضرتك بتقول لي بيفيد في ايه؟ طب بلاش انا حكمي، انا اسمي عادل وبقول كده، حضرتك لو سمعت كده الاتصال اللي قبل حضرتك على طول فهتلاقي الست اللي من السودان دي بتقول لحضرتك مدام صباح بتقول انها عندها تكيس مبايض ومن درجه شديده، وانها عملت منظار وبعد المنظار التبويض كويس، فالدكاتره نصحوها بالتلقيح الصناعي. فحضرتك التلقيح الصناعي يفيد في ايه؟ يفيد في انه بديل لانه لا يحدث حمل بصوره طبيعيه. التلقيح الصناعي يفيد لانه لم يحدث حمل بالوسائل العاديه فبنلجا للوسائل المساعده. التلقيح الصناعي بيفيد لان بعد انتهاء 6 شهور من المنظار هنقول لحضراتكم اعملوا حقن مجهري، فهتيجي برضو حضرتك تعترض وتعارض وتجادل وتقول ونعمل حقن مجهري ليه؟ ما احنا كان بيحصل حمل بصوره طبيعيه، كان حضرتك عايزنا نتعامل مع الحاله اللي كانت من سنه ان كان بيحصل حمل واجهاض، ثم بعد سنه من عدم حدوث حمل واجهاض بعد اخر اجهاض والتكيسات اللي بقت من درجه شديده بقى لا يحدث حمل، فاحنا بنتعامل الان حضرتك عايزنا نتعامل مع الماضي، فاحنا الان بنتعامل مع الحاضر. بتقول يفيد بايه التلقيح في واحده بيحصل لها اجهاض؟ هي كان بيحصل لها اجهاض من سنتين، الان عندها تكيس مبايض من درجة شديدة مع عدم حدوث حمل بالوسائل الطبيعية، فيجب الصعود خطوة في العلاج إلى الوسائل المساعدة. والوسائل المساعدة بدل ما نقول لحضرتك تروحوا تعملوا حقن مجهري اللي حضرتك برضو هتعترض عليه وهتحاول تتدخل في اللي هو مش تخصصك وتقول طب هو بيتعمل ليه، فاحنا بنبتدي بالحاجات الأبسط الأسهل الأقل تكلفة والأقل تعبا للناس، فإذا استنفذت نقوم نروح للأغلى والأعلى والأكثر إرهاقا. تمام؟ فحضرتك عندك اختيار من 3، اختيار نقول لحضرتك كملوا التلقيح اللي التنشيط اللي بتعملوه كل شهر واللي لم يحدث عليه حمل 4 شهور، فحضرتك هتقول لي طب ونعمله ليه؟ ما احنا عملناه قبل كده وما بيحصلش. أو نقول لحضرتك روحوا اعملوا حقن مجهري، تقوم تقول لي طب وهنعمله ليه؟ ما احنا جايز يحصل حمل بصورة طبيعية. فنقول لحضرتك طيب هناخد خطوة لقدام لأن ما حصلش حمل بقالنا سنة، منهم 4 شهور بعد عمل منظار لتكيس مبايض من درجة شديدة ولم يحدث حمل، فهنعمل تلقيح صناعي. فتقول لي يفيد بإيه في هذه الحالة؟ يفيد بأنه لا يحدث حمل بالصور الطبيعية، فبنحاول أن يحدث حمل بالوسائل المساعدة. أرجو أن أنا أكون قلت لحضرتك كده يفيد بإيه، وأن أنا عرفت أرد في هذا الامتحان. معانا اتصال تليفوني آخر، اتفضلي يا استاذه ولاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. انا سني 38 سنه. أيوة. والبليت مقطوعه عندي بقالها 5 شهور، عملت تحليل مخزون مبيض طلع 1 من 100. طب بلاش مخزون مبيض، تحليل الاف اس اتش. لا الاي ام اتش. انا عارف انه الاي ام اتش هو مخزون مبيض، انا بسال على تحليل اخر اسمه الاف اس اتش. الاف اس اتش طلع مره 50 ومره 30. وقالوا لحضرتك ايه على ال 50 وال 30؟ قالوا لي سن ياس مبكر. تمام. وانا كنت عايزه اعرف لو سن ياس مبكر وعملت تحليل فيتامين دي وعملت تحليل كالسيوم وكل الحاجات دي لقيتها ناقصه، والاستراديول لقيته 28. ايوه. السؤال طيب انا كنت عايزه اعرف يا دكتور، انا كده لو هو سن ياس مبكر انا محتاجه اخد فيتامينات تعويضيه؟ تمام. او اي حاجه تعوض الهرمونات؟ انا خلاص انا عندي ولد وبنت والحمد لله. ربنا يخليهم لك. ايوه الاجابه نعم، محتاجه ده. الاجابه محتاجة نعم، محتاجه فيتامينات تعويضيه. طب مش دي ممكن تعمل كانسر؟ ايوه، عشان كده بتوقف عند سن 45 سنه، لان حضرتك بتوقف عند 45 سنه اللي هو السن الطبيعي لانقطاع الطمس في المتوسط. تمام. يعني طب الفيتامين دي يا دكتور يعني اللي هي الاستروجين نباتي ولا حيواني ولا ايه؟ لان انا بشوف حاجات كتير كده فانا مش فاهمه ايه الاصلح. يعني هو فيش يا فندم نباتي وحيواني، هو الوقت بقت فيه هرمون تعويضي، والهرمونات التعويضيه اللي من اصل نباتي اللي بقت موجوده في السوق ما بقتش فارقه كتير اذا حضرتك التزمتي بالجرعات بتاعه الدواء ومده استخدامه.
حضرتك أعراض سن اليأس المبكر، انقطاع الطمس المبكر، أعراضه شديدة وعنيفة. دايماً نمثل للناس كده، لو عندك عربية ماشية على سرعة عالية وبعدين العربية دي فرملت بالتدريج، فالناس اللي قاعدين جوه العربية ما يحسوش بأثر الفرملة. ده اللي بيحصل في سن اليأس الطبيعي اللي بيحصل للسيدات، بيحصل انقطاع تدريجي لنشاط المبيض، فجسم الست بيعتاد على أعراض انسحاب هرمون الأنوثة، ومع ذلك بيحصل أعراض سن يأس شديدة لبعض الستات بعد انقطاع الطمس. لكن لما بيحصل السن اليأس المبكر اللي بيجي عند عنفوان السيدة دي وأنوثتها في سن 33 34 35 سنة، زي ما نكون كنا ماشيين بالعربية بسرعة عالية جدا وبعدين فرملنا فرملة مفاجأة، فالركاب كلهم بيهتزوا هزة شديدة من أثر الفرملة الشديدة دي. فعشان نقلل ده بندي للست هرمونات تعويضية، عشان هرمون الأنوثة في جسم السيدة ليس له دور فقط في الحمل والإنجاب، لكن له دور في الحفاظ على صحة الست النفسية والجسدية، ويحافظ على بشرتها وشعرها وشرايين قلبها وضغطها، ويقلل احتماليات إصابتها بالأزمات القلبية، والأهم من ده كله يحافظ على عظمها ويقلل هشاشة العظام. لما حضرتك بيحصل لك سن يأس مبكر وانقطاع مفاجئ للدورة، بتبقي عرضة للمشاكل الطبية دي كلها. فلأن حضرتك ربنا يديك الصحة والعمر، قدامك سنين طويلة تعيشيها، فمش عايزين نطول السنين دي ومعاها مشاكل طبية عنيفة. فمن طرق تقليل المشاكل الطبية اللي منها هشاشة العظام وضغط الدم وارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية والأزمات القلبية والمشاكل العصبية والجسدية والنفسية وتقليل الرغبة والقدرة على العلاقة الزوجية، كل دول بيتغلب عليهم الهرمونات التعويضية. ناخد مكالمة. اتفضلي يا مدام. أي أيوة فندم اتفضلي. أيوة دكتور حضرتك، أنا اتصلت مرة حضرتك قبل كده على حضرتك وقلت لك إن أنا كان عندي تكيس على الموبايل. اسمها عندي تكيس على الموبايل، لأن مرض تكيس الموبايل ما بتقالش عليه كان بالفعل الماضي، فهو مرض مزمن ومستمر ولا يشفى ولا ينتهي. فأنا عندي تكيس موبايل. عايزة أتكلم. أنا دلوقتي رحت عملت منظار على المبايض وبرضه ما كانش فيه استجابه خالص على التنشيط. طيب يبقى وبعد كده بعد ما فيش استجابه على التنشيط رحت عشان اعمل حقن مجهري. وحصل عندي فرط تبويض بعد ساعه. يا فندم، لان حضرتك مريضه تكيس من درجه شديده، فالمريضات تكيس من درجه شديده هم بيبقوا عرضه لمشكله فرط التنشيط دي، ولجؤهم للحقن المجهري دايما بيعرضهم لهذه المشكله، وفي حالات منهم كتير بتخش العنايه المركزه. قعدت في المستشفى اسبوع وبعد كده الميه بدات تنزل يوم بعد يوم وبعد كده. بس عشان تعرفوا اللي احنا بنقوله كل مره، بنقول الدرجات الشديده من تكيس المبايض لما يعملوا حقن مجهري بيبقوا عرضه لانهم يحصل لهم فرط تنشيط ويخشوا العنايه المركزه، وناس بتقول كذبا، لا ادي الحالات من الواقع بتقول الكلام ده. ربنا يشفيكي. وبعدين يا دكتور قعدت عملت تجميد كل الاجنه وبعد كده قعدت شهرين على ما حقنت. ايوه حقنت وربنا ما كرمنيش بحاجه، يعني ما حملتش. وليك كنت ناقله جنين واحد بس. وجنين واحد ليه؟ مع انك حصل لك فرط تنشيط وطلعتي عدد كتير من البويضات، ليه العدد الكتير ما انتجش الا جنين واحد؟ لا انتج، بس هي قالت لي انا هفتح لك امبول واحد عشان لو ما حصلش نصيب المره دي يبقى في قدامك فرص ثانيه ان انت تعملي. عظيم. يعني انت عندك اجنه مجمده كام؟ فهي بدات معايا تاني انني ابدا حقن مجهري تاني. ايوه بس عندك كام جنين مجمد؟ عندك كام جنين مجمد؟ مجمد. ايوه كام جنين؟ العدد كام جنين مجمد؟ العدد 3 في انبول. 3 بس. وبعدين دلوقتي هي بدات معايا في حبوب البيضه بس ما ادتنيش منشط ان هي تهيئ المبيض ان هو يستقبل حاجه زي كده، وانا قلقانه من كده. ومين افتى ان ده مطلوب انك تاخدي منشط عشان يهيئ المبيض؟ هو دور المبيض ايه في ان ننقل اجنه مجمده؟ الاجنه المجمده دي بتنقل داخل الرحم. مين اللي افتى الفتوى دي؟ طيب ماشي يا دكتور. لا 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 استني مش ماشي. انا اللي كنت يعني لان دي لا يمكن ان تخرج من طبيب. دي فتوى حضرتك وصحباتك اللي بتتكلمي معاهم قالوا لك ازاي ما تدكيش، مش كده؟ صحباتك دول بلغيهم تحياتي، وبعد ما نخلص البرنامج حضرتك ترفعي سماعه التليفون وتساليهم
في تعملي طبخة جديدة ازاي، تغيري لون شعرك ازاي، بيقصوه عند مين، تمام؟ طب يا دكتور كنت عايزة اسأل حضرتك برضه على حاجة. الدكتورة كتبت لي الحبوب البيضاء 3 في اليوم وانا كنت 4، ودلوقتي هي طولت المدة عليا انني مش هحقن بعد النص من نزول الدورة، هحقن في اليوم ال 32 من نزول الدورة. ايوه، عشان بطانة الرحم بتاع حضرتك مش كويسة، سيئة ضعيفة، فهي لما طولت المدة انا كيف اكمل على 4؟ فكنت ينفع بسأل بس ينفع اقلل واحدة ولا ما اعرفش؟ ما اعرفش، ما اعرفش سمك بطانة الرحم بتاع حضرتك قد ايه. ده قرار خطير ان انا اقلل جرعات الاقراص دي وبطانة الرحم غير مهيئة فيفشل الحقن المجهري. حضرتك بس في نقطتين ما انتش واخدة بالك منهم. النقطة رقم واحد ان حضرتك عندك تكيس مبيض من درجة شديدة، وبالتالي عمل منظار كان يفيد، لكن عمل منظار دون اعداد وضبط الخلل الهرموني الشديد اللي عند السيده هنشوفها يوم السبت، اللي تعالي اعملي منظار يوم الاثنين، ده لا يفيد، وبالتالي ما بقاش المنظار مجدي لان ما اتظبطش الهرمونات قبله. نمره اتنين، بعد ما عملنا المنظار الاستاذ احمد اللي كان بيقول لي يفيد بايه التلقيح الصناعي، بعد ما عملنا المنظار ولم يحدث حمل تم اللجوء للحقن المجهري، واللجوء للحقن المجهري عليه مخاطر شديده في الستات اللي عندهم تكيس مبيض من درجه شديده، فبنحاول نفادي هذه المخاطر لكن لن ترضى عنك. وبعدين نقوم نقول ان لما يحصل حقن مجهري حصل لي فرط تنشيط، طلعت 20 30 بويضه، بس لان هرموناتي ما كانتش متظبطه ال 20 30 بويضه اللي عملوا لي فرط تنشيط ريسيو في الاخر على 4 اجنه فقط، والاربع اجنه دول اتنقل واحد فلم يحدث حمل، ولسه ليا 3 في انبوبه كامله يا رب يحصل حمل، ولان ده تكيس من درجه شديده بطانه الرحم سيئه وضعيفه، وبالتالي محتاجين لتحضير قوي ليها وطويل عشان البطانه دي يزيد سمكها، وكان الاولى ان حضرتك تقولي لي سمك البطانه وصل لكذا ملي عشان اقول لك كويس ولا لا، عشان اقول ده صالح للنقل ولا لا. والان البطانه غير جيده وبنحاول باعلى جرعه من الادويه ان نوصل البطانه الى رقم يستقبل الحمل. على الله، ارجو من الله ان تستجيب وان تزيد وان تتحسن وان تستقبل الحمل، وارجو من الله ان تكون الاجنه جيده، وارجو من الله ان يحدث حمل، وارجو من الله الا يحدث اجهاض، لان دي كل اللي انا قلته ده المضاعفات اللي حضرتك عرضه ليها باجراء الحقن المجهري يا استاذ احمد، وبالتالي ان شاء الله يا رب موفقه. كل السيدات وكل الانسات للاسف كالعاده الوقت مر بينا، ارجو نكون بالبشرى جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم احيانا تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وباذن الله اجلكم في معادي بلا تاخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 بشرة خير. الحمل دي نعمة وآيات محتاج منا لرعايات، الصبر ما تعبوا هاتهو والله وهلت والله وهلت.